السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. على بالي بلي طولت بزاف الغيبه، كاين بزاف اليوم اللي باتوا لي ميساج يقولوا لي ساره توحشناك. الوغ ديت نطلع عليكم فيديو. هذا الفيديو كانوا بزاف طلبوه مني. دي فوا كي ندير هكا لي ستوري يقولوا لي ساره وتعيشي ورينا، ساره تعيشي ورينا لا شامبر تاعك عجبتنا. انا ديجا كنت موجده يعني فيديو باش نوري لكم الدار افون يا ابري، باسكو هاد الدار تعاوننا في الخدمه تاعها، يعني في عاودناها انا والزوج تاعي واركيتكت بيان سور. الدار كيما راكم تشوفوا هايلي كيفاش كانت، هايلي كيفاش دخلناها. نشرح لكم كيفاش كانت الدار باسكو لازم تشوفوها كيفاش كانت باش تعرفوا وتشوفوا يعني لا ديفيرونس كيفاش ولات. هذا الكولوار كيما راكم تشوفوا يجيكم على دروات الصالون. اون فاس للصالون كاين حيط اللي هو الكوزينه، هذاك الحيط حنا كسرناه ودرنا اوبن سبيس، يعني ولات الكوزينه مع الصالون. كما راكم تشوفوا هذا هو الحيط. علاش درت هذه العفسه؟ باسكو الكوزينه بزاف صغيره، اصلا الدار كامل كما راكم تشوفوها فيها صغيره، الدار كامل فيها 50 متر فقط. شوفوا لا كويزين شحال صغيره. الوغ اضطررت كما يقولوا باش نكسر الحيط باش تولي المنظر تاعو شباب المنزل، وباش يولي عندي اسباس وما ديغوتاش وانا نخدم فيها. اون فاس ليكم تيبو سال دو بان، يعني هاي ليك سال دو بان وصانيت يعني تواليت حاشاكم وحاشا قدركم. هاي ليك انا هادي ما بدلتهاش باسكو شتها بلي مليحه الا خليتها. عاودت برك لاضما ودرت داك المابل تاع لاضما، عاود وعاودت الميلونجور تاع الدوش يعني اللي ندوشو به. وهاي ليك تواليت كيفاش كانت. انا واش درت؟ كسرت نحيت اصلا هاد البيبان باسكو صال دو ما نقدروش نديرو فيها باب تالمون ضيقه. الله غلقت عليها كاع عيتيك، تولوا تدخلوا وتفتحوا الباب تدخلوا ديالك التواليت والدوش. الشنابر انا عندي زوج شنابر كيما شفتوا، عندي وحده على لا دووات وحده على لا كوش. انا اللي على لا دووات هي اللي درتها لا شامبر تاعي، وهذه درتها غرفه تاع الضيوف، يعني الا جاو عندي الضياف مصداري صحاباتي وش سابا دارنا اكيد خياتي يجوا يرقدوا. هذه هي الله درت لهم هاد الشومبره، درتها هي صغيره سختو هاد لا شامبر بزاف صغيره. وهذه خرجنا هذه الخرجه وجيت نوريكم الدار كيفاش خدمناها. بسم الله هذه الدخله تاع الدار. كي تدخلوا يجيكم الصالون كما شفتوا مع الاول، الصالون على لا دووات كما راكم تشوفوا. بون هاد الشميني مانيش دايره تو يدفي دوكا باسكو رانا في فصل الصيف، يعني دايره تو ديكور برك، بصح كي تعبدوا القفله يولي يدفي. الوغ شميني هذا كي يدفي باش يكون في علمكم. خدمنا هذا الديكور اللي كنا تفاهمنا عليه انا والاركيتكت اكيد. انا نقول لها انا واش راني حابه، وتقدروا تقولوا نشرح لها بيان انا لو غو تاعي والستيل تاعي كيفاش داير، وهي تعطيك اقتراح وتشوفني لا تاكسبتي انت. واذا اعطاتك اقتراح وكانت عليه موديفيكاسيون انت تقول لها لا هذه موديفيها لي وهي تموديفيها لك. كما راكم تشوفوا اللي استخدمتو معاها هاد لي زابليك اللي يلصقوا في الحيط درتو لو ميم ستيل. و باسكو الدار صغيره لازم تكون فيها، ما نقدرش ندير في لا كويزين طابله باش ناكلو فيها. الوغ جيت اوبليجي ندير لا طابل مع في الصالون. درت طابل تاع سالا مونجي كما راكم تشوفوا الضواوي تبدلوا. قلت لكم درت طابل باز ودرت لا طابل اللي ناكلو عليها، ودرت بزاف الضواوي. علاش؟ على جال الخدمه تاعي كما تعرفوا انا نخدم في اليوتيوب، وكانت غابنتني الاضاءه. تما اول حاجه بازيت عليها في البيت تاعي هي الاضاءه. انا التام تاع البيت تاعي حبيته تاع الحطب، وحبيته في الباج والمارون والبلون. هادي كي طفو الضو يكون سوختو في الشتا راح يكون منظر بزاف شباب. هذا شميني الكتريك قلت لكم يدفي تاعني. اون فاس يعني ما بين في الدخله تلقاو بورت شوسور. هذايا استغلت لي المساحه في لا كويزين، دارت لي هاد الجهه فيها بورت شوسور دارته لي كبير، ولوتر كوتي دارت لي فيه لي بلاكار بيان سور باسكو هادي هذا كيما نقولوا الظهر تاع لا كويزين. درنا كوزينة إيكيبي. هذا كامل كيما راكم تشوفوا بوغ شوسيغ يجي من الطرف للطرف.
وهذه الكوزينة تاعي، المطبخ تاعي المتواضع، الدار صغيرة، كلش كان لازم عليا نشري صغير. فريجيدار شريت صغيرة باسكو الدار صغيرة، الميكرون شريت واحد صغير باسكو الدار صغيرة. هذه لابلاك والفور هادو انا شريتهم من الحاميز، طلعت الحاميز شريت كامل عفايس هكا تو سكي الكترو ميناجي. شريت هادو ما باش ندير فيهم المغارف والفراش هادو كامل. وعندي تاني واحد تيغوار دايره فيه المغارف، هذا متفكرت بلي ما صورتوش. المهم قجر دايره فيه كامل المغارف تاعي، مغارف تاع الحطب، مغارف قاعدك جاي كيما الفريجيدار كما راكم تشوفوا هنا. راني حاطه الماعن تاعي والدوزان كامل، يرفدوا بزاف هاد لي بلاكا ما نكذبش عليكم. راني دايره فيهم 3 سيرفيس ا مونجي ايماجين. هذا بيان سور هاد الكوتي اللي نغسل فيه الماعن. هنا راني دايره لكم فيديو ابري 10 جوغ من الزواج، يعني يوتيليزيت الدار وسييت من ماكسيموم نقعد محافظه عليها. غاضتني نخليها هكا تتوسخ ولا غاضتني. هنا راني دايره الماشينه كيف كيف داخل لا كويزين، وهنا كيف كيف راني دايره طباسه القدور هاد العفايس. هنا راني حاطه هاد العفايس الروز العدس، وهنا الكيسان سييت الماكسيموم العفايس اللي نوتيليزيهم بزاف نحطهم قدامي، والعفايس اللي ما نوتيليزيهمش بزاف درتهم عاليين عليا، درتهم خبيتهم يعني شويه بعد. هادو اللي نوتيليزيهم كل يوم. هادو سيرفيس اللي ناكلو فيه كل يوم كيف كيف حطيته قدامي. مي هادوك تاع الضياف كيف كيف قلت لكم خبيتهم من اللور قايتك من تحت من اللور كامل. هادي لي زيبيس تاوعي راني دايرتهم، كانت شحال كانت متعبه تاع تغسلو كاع الماعن بعد تعدو تعمروهم، ما تقدروش تصوروا شحال الماعن كاع غسلتهم قبل ما نوتيليزيهم. واحد التعب تغسلوهم كاع وتنشفوهم. ودوكا لا شامبر تاعي، بالنسبه لا شامبر تاعي هاي لي كيفاش. العفسه الوحيده اللي ما شويه شويه في لا شامبر تاعي هي لي غيدو، جاو يتسحبوا. انا كنت حابتهم يجوا سوا سوا مع الارض، كنت عارفه ميم في التسياق وكامل كتكون تكونسو يديرونجيو لا غالب. مي قلت من بعد ان شاء الله نقص لهم، سينو كلش دا كيما حبيتو كيما حبو خاطري. انا تعرفوني سوا في الكاطو ولا في اي حاجه انا نحب البساطه، ما نحبش بزاف لا شارج. عندي لافي شابة تاني من الطاقة تاعي. هاديك البلاطو ميغوار اللي دايره فيه لي بارفان، في النهار نحطوه هكا فوق البونك، بصح في الليل كي نجيو حين نرقدو نرفدوه نحطوه فوق الكوافوز. الكوافوز تاعي فيها كيما راكم تشوفوا زوج قجور دايره فيهم الماكياج، الحاجه اللي نوتيليزيها بزاف كيما راكم تعرفوا. انا اصلا ما نوتيليزيش بزاف داك الماكياج، الماكياج تاعي كامل تقدروا تقولوا جاني كادو. ندير النيسيسار ماشي مانيش من هذاك الجور اللي يعرف يماكي فريمون، نغطو كيما يقولوا شويه لي ساغم شويه. دوكا نوريكم اتواقي هامليك، خدموا لي يعني اتواقي شابين وداروا لي ميم الموستيكيا باش ما يدخلنيش الناموس. ما غير اوغوزمون انا في هاد راني نسكن، انا نسكن في بليمسوس يعني رحلت نسكن بليمسوس. البلاصه هادي ما فيهاش كامل الناموس اوغوزمون. شوفوا يتفيكسا هكا وكما يقولوا تتبحرا والله الله بلا ما يدخلكم الناموس. ليكيب ولا خدمت لي خدمه ما شاء الله، ميم كاش ما يكون هكا كاش حاجه صغيره ولا نعيط لهم نقول لهم يا ودي عاودي لي هذه، تقول لك اوكي تعاود تعاودها لك. ماشي قال هذوك اللي يشنفوا ولا ما يعجبهمش الحال كي ديروا موديفيكاسيون. هذه اللي قلت لكم لا شامبر اللي درتها للضياف، درت زوج بناك
بالنسبه للتفريشه هذه درتها لي لايف ات هوم، دوك نخليها لكم تحت في صندوق الوصف. توجور اللي ندير من عندها الفراش، الفراش تاعها تبعته لك تعرفوا محدد وواقف ولا فينيسيون تاعها ما شاء الله. كنت خدمت من عندها انا، نشوفوا ينشري ينجيب من عندها ينشوف في زارا هوم، هذوك شويه غالي مي بصح ما نكذبش عليكم. الفراش ما نحبش يكون، نحب حاجه حنينه هكا، نحب كوتون، ما نحبش هذوك اللي يحولوا كباب تغسلوا مغسله الاولى يبداو يحولوا، يحولوا لكم غسله واحده يولوا يبانوا قدم. مي هذه ولا غير تخدم ما شاء الله، هذا واش نقدر نقول لكم. شوفوا هابليك رستم راهو يتمرغ ويلعب في الجو، راح دشنو اول واحد رقد عليه. كي تخرجوا من الشامبر تروحوا ديريكت للصال دو بان، فوالا هاي ليك كيف كيف درناها سامبل. درت تواليت يعني كيفات انكاستري، راني مش بحال كيما راكم تشوفوا لي بارفان الشمع باش يجي المنظر تاع التواليت تاعكم يجي شباب. ودايره اللاد يشعل مع الضو، كي تشعل الضو يشعل هاد اللاد كيف كيف قلت لكم يعطي منظر شباب. هادي بيان سور لابروس تاع التواليت، دايره حاجهكم جيريه على جال الماكين نحب نغسل ولا نحب نسيق. وهنا مخبيه المنظفات اللي نستعملهم كل يوم. هنا تغسلوا يديكم وهنا الدوش كلش. هنا قلت لكم ما عاودش درت غير المرايا هذه ودرت لابما، وقلت لكم درت هذاك الماب اللي يجي مع لابما باسكو اصلا ما عنديش مساحه، الدار صغيره تقدروا تقولوا درت واش قدرت في هذا الدار باسكو صغيره بصح كوميم يعني تكفيني انا والزوج تاعي كفينا لارجومون. هنا كما راكم تشوفوا يجي فيها قجر، وها بليك لقتكم يجي معاها كيما شاهدتوا. انا في الدار تاعي كامل درتها كامل ستيل تاع حطب. هنا راني حاطه عفايس تاع الدوش، جل دوش لكخام. ان شاء الله تكون عجبتكم داري المتواضعه اكيد. صافي لا غير خدمناها حنا، وقلت لكم لارشيتيكت والزوج تاعي، ولا غير وقف هو تاني معايا مسكين حتى شيان يعني. خدمناها كي بكل حب، ولا غير خدمناها فرحانين بها، فرحانين فريمون بها. هاي ليك لارشيتيكت هنا قلت لكم توري لكم بلان 3 دي، توري لكم داركم، تجي تقيسها تكيلها وتجي توري لكم داركم كيفاش حتخرج. هادي لا فوتو شفتها قبل ما نبداو نخدموا دارنا، ابار كاين دي موديفيكاسيون هكا عبدتهم تقول لك دارك راح تخرج لك هكا وتخرجها لك هكا. هذا قلت لكم ماشي فوتو، هذا البلان 3 دي، هذا يكون واجد قبل ما تبنى الدار ولا تتعاود، ماشي لازم تكون تتبنى من الزيرو، وتقدر ديرهم يعني تعدلوا الدار تاعكم كيما درت انا. هاي ليك الدخله كيما راكم تشوفوا، الصالون اون فاس ليها كيما راكم تشوفوا، الكوزينه، لا شامبر تاعي، على واش رايكم
في الخدمة، وش رايكم تاني في الفيديو؟ وراح نخليكم أكيد مع ليكيب يشرحوا لكم كيفاش يخدموا. السلام عليكم. تو دابور نبداو نشكروا صالح الناش على لا كونفيونس اللي دارتها فينا. ميرسي. طونك بيرسون و طونك اركيتكت وفي ليكيب تاعنا كامل، وتعاملت معنا كي خاوتها قبل ما نكونوا كامل دي اركيتكت، الوغ كو ما نعرفوها من قبل، ما كانت عندنا علاقة شخصية معاها من قبل. سي لو ترافاي هو يعني اللي جمعنا بها، وتقدروا تقولوا سي اون ريلاسيون دو كونفيونس بوكو بلوس. ام اركيتكتور اون ايكيب كومبوزي داركيتكت، اون في تو سكي ترافو باتيمون. On a tout d'abord le volet études, et moi personnellement qui s'occupe de cette phase de travail, l'IFIHA, l'étude, l'étude l'IFIHA, le plan, la 3D, l'animation, l'aménagement intérieur des maisons, l'aménagement extérieur des jardins, des terrasses. شرحي على بالعربية كي تكملي بدابك. Bien sûr, bien sûr. Aménagement extérieur et jardin des terrasses, proposition des solutions et des modifications et réaménagement aussi. حبيت نبوزي لي كيسيون. نورمالمون تقدري زعما كاش واحد يحب تكون عنده هكايا دار حاب يخدمها، يحب يشوف غير البلان تاعها طروادي كيما هكا راكو تشوفوا. هذه داري كيما دوك كيما شفتوا بلوتو الدار كيما شفتوها في طروادي شفتوها رياليزي. تما تقدروا ما ديروش رياليزاسيون، تقدروا ديروا غير طروادي تخدمه لكم احلام. بيان سور طروادي هكذا احلام اكزاكتومون. بيان سور الوغ تشوفوا داركم كيفاش راهي رايحه تخرج. بيان سور يجي يقيسوا القياسه تاع الدار كامل باسكو كل دار كيفاه. كي شرحتي ويخدموا لكم البلان تاعكم طروادي تشوفوا داركم كيفاش رايحه تخرج اكزاكت. بون بور لا كيسيون تاعك ساره كونسيرنون واحد زعما كي يحب يموديفي ولا يحب يبني ولا يدير رياميناجمون سافادير يعاود دارو كامل ولا يعاود يكسر ولا يعاود يبنيها من دارو جديد، يقدر يدير لا فاز ايتود برك بلا ما يروح لا رياليزاسيون. سي تادير لا فاز ايتود واش فيها؟ فيها بلوزيغ ايتاب. لا بروميير ايتاب سي بيان ريلفي ريلفي تاع الباتي لا باتيس هذيك، نروحو نديبلاسيو لا باتيس هذيك نرولفيو ناخذو لي ديمونسيون اكزاكت. وي صح كيما داروا لي فطاري. فوالا après ناخذ وقتنا في ليتود. ليتود سي بيان سي سولون لو شوا تاع كليون شاو حاب في دارو وشاو متمنى يكون عنده في دارو. و سا ديبون ثاني كاين بليزيوغ كيما نقولو بليزيوغ فاكتور لي يتحكمو في ليتود، باغ اكزومبل لا سيرفاس النومبر دي فامي بليزيوغ فاكتور لي هادو ناخذوهم كامل اون كونسيديراسيون نهار اللي نجيو حنديرو ليتود ديالنا. حبيت اني نقول لك عفسه البوزي كيسيون بون على بالي بها عفسه، مي حبيت باش تشرحيها لهم ليهم هما. بالنسبه للناس اللي يخافوا يقول لك بالك انا ما عنديش هذيك لاسوم، قولي لهم باللي انت تقولي لهم كي تكملي ليتود تاعك قولي لهم باللي الوقت اللي كابابل تاخذ الدار وانتم تخدموا فيها بلس فوالا دراهم شحال تقام لهم ماكسيموم. Déjà la première des choses qui dit à un client ou généralement les Algériens, mahdarha bisifa amma, كامل دايرين في بالهم بلي الاركيتكت راح يدير لهم دراهم وراح يصرفوا اكثر كي يجيبوا الاركيتكت alors que غالطين في حسابهم. كي يجيبوا الاركيتكت الاركيتكت يعرف هو كيفاش يتصرف وكيفاش يدير ليتود تاعو سولون لو بيجي تاعك. تما شحال يكون لو بيجي تاعك حنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه باش نقدروا نديروا لك حاجه تكون على حسب وشك حاب وعلى حسب دراهمك. ثانيا العفسه اللي مليحه كي تجيبي ايكيب، انا هذه كيما يقولوا جربتها انا كاش ما يكون كاين ان بروبليم يصرا باسكو يصرا العفايس هكايا ما يكونوش في الحساب. فوالا ما يكونوش في الحساب كاش ما يكون شكون اللي يتحمل المسؤوليه. ما تحملوهاش نتوما، ما تحملوش نتوما الخسائر، تتحملها لونتربريز. ككلمه اخيره وكخلاصه حديث نقدر نقول بلي حنا الخدمه تاعنا تبدا من الغولفي تاع لابارتمون من نهار اللي حنا نجيو ليكم حتى نهار غوميز دي كلي، نهار اللي نمد لكم المفاتيح تاع داركم واجده تدخلوا تسكنوها فقط. بور تو فو ترافو دو كونستركسيون رياميناجمون رينوفاسيون، حبيتوا تعاودوا داركم، حبيتوا تعاودوا تبنوها، حبيتوا تبنوا من دار جديد، سوا دي ميزون سوا دي ماغازان سوا دي ريستورون دي كافيتيريا نيمبورت كيل كونسيبسيون، رانا هنا في الخدمه والتواصل معنا ان شاء الله. تبعونا سوغ لاباج ام اركيتكتور وكونتاكتيونا مرحبا بكم. بيان سور نخليكم انا النيميرو تاع التليفون تاعهم ونخلي لكم لاباج انستغرام في صندوق الوصف اللي تحت اسفل الفيديو. ضغطوا على عنوان الفيديو يخرج لكم صندوق الوصف تحت. السلام عليكم، معكم عبد الجليل اركيتكت. انا اللي مستكلف بلو فولي تاع الرياليزاسيون اي سويفي في
ليكيب مع ليكيب تاع ارشيتكتور. فوالا ليتاب تاعي انايا كونسيست تبدا جوستمون تبدا افري مال لو كليون يفاليدي لا كونسيبسيون تاعو كسا سوا تكون 3 دي ولا بلون ولا جينيرالمون لي كليون لا بليبار يدومونديو لا 3 دي كي يشوفوها ويفاليديوها تعجبهم منا تبدا كيما نقولوا ليتاب تاعي المهمه تاعي نونطاميوها حاجه الاولى نروحو سير سيت نبداو سكي نيسيسار لانستالاسيون تاعنا اون بعد ندخلو مع لي زيكيب تاعنا عندنا ايكيب سبيسياليزي في تو سكي هي طرافو دي زابارتمون ولا دي اسباس اكستيريور ليسونسييل كامل لي طرافو كامل لي طرافو عندنا دي زيكيب كومبيتون لي غومو بالحاله نبداو لي طرافو جينيرالمون كي يكون عندنا هكذا ابارتمون نبداو لي طرافو من ا زد تما كلش نسكلفو به حنايا حتى الفينيسيون تاع لي طرافو Les avantages de nous, c'est que nous déjà une équipe d'architectes. C'est le domaine interne. Le domaine interne, les UTDNF, c'est ce que nous faisons. L'avantage, c'est que nous avons une équipe qui nous presque tous. Même si nous faisons une petite intervention, une modification, ou juste un aménagement, nous ne remplissons pas du travail. Nous faisons tous. Que ce soit. تكون خدمه كبيره من الزيرو حتى لافان ولا تكون ميم خدمه تاع موديفيكاسيون ولا انستالاسيون تاع حاجه صغيره ولا نديروها انا طافونتاج تسمى حنا اللي نقدروا نبدوه للكليون سي ك لا 3 دي تاعو تسمى ليماج فيرتوال كيما تشوفوا هنايا شغل تكون هي نخرجوها له لا ميم كيما في واش خير تسمى الحاجه اللي شافها نرياليزوها له 100% حنا نكونوا نتبعوا لو سويفي تاعها من الديبو حتى لافان حاجه وحده اخرى حاجه اللي شغل روماركينا باسكو حنا انا في الدومين تعاملوا بزاف مع الناس روماركينا سي في الدومين تاعنا هذا بوكو بلوس مع لي زالجيريان جينيرال كيما نقولوا عندهم شغل هكذا واحد البروبليم كيقول لك كي تقول له زعما نخدم افيك ان اونتربريز ولا نخدم مع ارشيتاكت ولا تبان له بو لوي باللي شغل سوا حيخسر بزاف ولا حيغاشي بزاف مي ان سامبل كالكول انا جينيرال نمدو لي كليون حساب خفيف كيما نقولوا هكذايا لو فات ديجا لي يربح وقتو باسكو كيما نقولو خدمتو ما يخليهاش تما مدخولو ما يخليهش تما خدمتو يكمل كيما كان حياتو عاديه خدام يكمل يقعد خدام ديجا هذا افونتاج تما ما اوبليجي دي كونجي ما اوبليجي يقعد معانا نهار كامل تما نهنيوه لي طرافو هادي حاجه الاولى حاجه دوزيام لي شوا د ماتيريو وكذا تما نبعثولو كلش هو يخير غير بار تيليفون معانا يجي لو ديلي جينيرالمون نكونو متفاهمين مع لي كليون عليه وحاجه واحده اخرى ثاني لو بري قلت لك لو بري لافونتاج حنا اللي نمدوه سيك الكليون اللي فات اللي نقصولو تو سكي لوق يوقف مع الخدامين ويتعامل مع لي زوفري ودي وجيب وحط هادوما كامل نحيهم له ديجا هادوما افونتاج بالنسبه للكليون كونوا ليه افونتاج حاجه واحده اخرى قلت لك ناسيوري ولا سويفي تاع الشونتي تسمى من الديبو حتى لافان هذا ثاني كي تشوفو من الكوتي تاع دراهم راه فايده باسكو دي فوا واحد كيحب يخدم دارو وحده يتلفولو سي كوا لي زيتاب تلقى ساعات يدير حاجه ومن بعد ينسى حاجه ما دارهاش في تريزيتي ولا يكون اوبليجي باش يعاود يكسر ولا يعاود كذا تسمى يعاود لي يكون مصروف زياده مي حنا ناصير كي ناصير لو زيد حنا عملنا كل حاجه وقتاش ندار في وقتها قال دوكا نديرو الكتريسيتي ومن بعد ايطاب بار ايطاب لي زيتاب هادو ما ناصيريوهم تقريبا نكملو الرياليزاسيون ديالنا ناصيريو ثاني للكليون سكون ابل حنا شنو كنقولو سيرفيس ابري فون تسمى ابري من نكملوا لي طرابو يكون فيها كاش حاجه موديفيكاسيون كاش ريباراسيون ولا حنا نسيريو له لا بريزونس تاعنا تما يكونتاكتينا بكره اون كات كان مال فاصون ولا كش ما يصرا كاش حاجه ولا اون سرا بريزون كونو بريزون مع لي كليون تاعنا في نهاية الفيديو نشكروا بزاف ليكيب تاع ام اركيتكتور اللي وقفوا معنا في البيت تاعنا وي تحب تتواصل معاهم راني خليت لكم رقم الهاتف تاعهم نقولكم تهلاو بزاف في روحتكم واستناوني ان شاء الله في فيديو جديد والسلام.